مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم ملخص للأحوال الجوية. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار هذا اليوم السبت، لكن ستوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الأحد والاثنين بإذن الله. أجواء صيفية اعتيادية هذا اليوم، وارتفاع آخر على درجات الحرارة مطلع الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن هناك كتلة هوائية حارة ستؤثر على المملكة، ويكون تأثيرها واضحا يوم الاثنين بإذن الله، حيث هذا اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى بإذن الله. وبالتالي فإن درجات الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء صيفية لطيفة، درجات الحرارة الصغرى حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، والصغرى المتوقعة هي 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. يوم الأحد أجواء تقريبا صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها، تتراوح العظمى في عمان ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، والصغرى بحدود 20 درجة مئوية. الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تتراوح العظمى في عمان ما بين 32 إلى 34، أجواء حارة نسبية في معظم مناطق المملكة، وأيضا الصغرى بحدود 23 أعلى من معدلاتها. ويوم الثلاثاء أيضا أجواء حارة، والعظمى المتوقعة في عمان ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية، أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، وأيضا الصغرى بحدود 22 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة. المناطق الشمالية إربد العظمى 33 والصغرى 22، عجلون 31-19، جرش 33-21، المفرق 33-20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى عمان 30-32 المعدل العظمى، والصغرى بحدود 20، البلقاء 31-21، مأدبة 30-20، البحر الميت أجواء حارة والعظمى 40 والصغرى 29، الزرقاء أجواء حارة نسبيا، العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية. المرتفعات الجنوبية أجواء صيفية عادية، العظمى في الكرك 31 والصغرى 21، الطفيلة 29-20، الشراه 28-18، إمعان أجواء حارة نسبيا 35-23، العقبة أجواء حارة 39-29 درجة مئوية. المناطق الشرقية، مناطق البادية الشرقية أجواء حارة، الأزرق 38-24، الصفاوي 38-23، والرويشد 38-24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.